كتب محمد عبد الوهاب في تقديم مذكراته: هذه المذكرات إنها الصفحات الماضية من حياتي، أرويها لقراء الكواكب. إنها سجل يصور ما يتعلق بحياتي الفنية ومراحل تطورها منذ أن اتجهت إلى الموسيقى والغناء، وجعلت هذا الفن شغل حياتي، ودخلت عالمه المسحور بما فيه من آلام وأفراح وفشل ونجاح. إنني أقدم هذه الصفحات للجمهور، فلعل القارئ أن يجد فيها فكرة أو عبرة أو مجرد تسلية. عزيزتي، أعزائي، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، ومرحبا بكم في هذه الصفحة الجديدة من صفحات من ذاكرة الزمن الجميل. وإليكم في هذه الكبسولة الحلقة 9 من مذكرات محمد عبد الوهاب، كما رواها لمجلة الكواكب في 23 حلقة مدة 5 أشهر من عام 1954، والحلقة عن عدد المجلة ليوم فاتح يونيو حزيران، وكانت بعنوان كيس هارون الرشيد في جيبي، مع التنويه بأن بعض الصور التي تؤتت الكبسولة من مكتبة المتواضعة، وتجدون في صندوق الوصف روابط الحلقات السابقة ولحظات مفيدة وممتعة. في حلقة اليوم من مذكرة عبد الوهاب يروي لنا صاحب مولد النور قصة ارتقائه إلى مرتبة الملحنين، وإقناعه للفنان نجيب الريحاني بأنه ملحن نص، ثم تفاصيل لقائه مع السيدة منيرة المهدية أعظم مطربات ذلك الحين، واشتراكه معها بالتلحين والتمثيل. كتب محمد عبد الوهاب: في خلال حياتي العملية التي بدأت بصورة جدية منذ عام 1924، كنت أغني كما سبق أن ذكرت في الحفلات والأفراح، وقد أتاحت لي هذه الفترة فرصة طيبة للتعرف إلى كثير من الشخصيات البارزة في عالم السياسة والمال والمجتمع الراقي. وما أكثر الحوادث الطريفة التي صادفتني في تلك الفترة التي كنت أضع فيها قدمي على الدرجات الأولى لسلم الشهرة والنجاح. ومن الحوادث الطريفة التي أذكرها أنني دعيت مرة للغناء في حفلة خاصة بمنزل أحد الكبراء ممن كانوا على صلة بالعائلة المالكة السابقة، وقد حضرت الملكة السابقة نازلي هذه الحفلة، وقد كان هذا أمرا نادر الحدوث في عهد فؤاد. وبينما كنت أستعد للغناء، جاءني من يقول لي: إن جلالة الملكة تريد أن تسمع دور الله يصون دون حسنك، وهو أحد الأدوار المشهورة لعبد الحي حلمي. وحاولت أن أعتذر بأنني لا أحفظ هذا الدور، ولكن الرسول نظر إلي نظرة ذات مغزى وقال وهو يبتسم: دي رغبة جلالة الملكة. وفهمت من إشارته الخفية أنها ليست مجرد رغبة، وإنما هي أمر ملكي، وأن سمعتي وربما مستقبلي أيضا يتوقف كلاهما على تنفيذ هذا الأمر بلا نقد أو إبرام. ووقعت في حيص بيص، ماذا أصنع أنا لم أكن فعلا قد حفظت ذلك الدور أو رددته من قبل. وجاء الفرج في شخص عازف الرق في تختي ويدعى سيد كامل، إذ أسر في أذني أنه يحفظ الدور عن ظهر قلب. قلت: عال، إذا تغني أنت الدور وأنت تجلس خلفي مباشرة، بينما أكتفي بفتح فمي وغلقه متظاهرا بالغناء، وربنا يستر بقى. ونفذنا هذه الفكرة كما وضعناها، فكنت أتظاهر بالغناء بينما الذي يغني فعلا هو الرقاق السيد كامل المختفي وراء ظهري. وكنت في بعض الأحيان أخفي الضحكات التي تلح علي بوضع المنديل على فمي متظاهرا بالكحة، وانتهت السهرة على خير والحمد لله. هارون الرشيد. ومن الحوادث التي أذكرها أيضا عن هذه الفترة من شبابي، أن دعيت ذات مرة للغناء في حفلة أقامها رجل من أكبر سرات مصر وأبعدهم جاها ونفوذا لا داعي لذكر اسمه، وكان همزة الوصل بيني وبين هذا الكبير نادي الموسيقى الذي كنت في نفس الوقت طالبا به،
إذ كانت صلته بالمشرفين على النادي طيبة. وقد يهتم النادي بهذه الحفلة، فكلف شخصا من أعضائه بمشاركته في إحياء الحفلة. وكان سروري عظيما للغناء في حفلة هذا الرجل، نظرا لعلاقته بالنادي من جهة، ولأهمية مركزه الاجتماعي من ناحية أخرى. وبعد أن أحييت الحفلة بما ليس عليه من مزيد، أقبل علي الداعي يحمل كيسا مليئا بالنقود يشبه ما قرأنا عنه في قصص السخاء هارون الرشيد على المطربين والشعراء، ووضع الكيس في جيبي. وأحسست من ثقل الكيس بالسرور لدرجة أن ازدادت ضربات قلبي، وقدرت أن ما فيه من جنيهات ذهبية لا يقل عن 1500، وهذا أضعف الإيمان. وبعد انصرافي للبيت، أخرجت الكيس بلهفة لأحصي هذه الثروة العظيمة، فإذا بي أكتشف أن ما بالكيس لم يكن سوى شيلينات لا تزيد في مجموعها عن بضعة جنيهات. كيف بدأت التلحين؟ وكانت الرغبة التي تجيش في صدري للبحث عن أفق جديد في الغناء يتفق وتطور العصر كما سبق أن ذكرت، هي شغلي الشاغل في ذلك الوقت. وقد تولدت عن هذه الرغبة محاولة إيجابية في سبيل تحقيق هذا الهدف. وتساءلت، لماذا لا أشتغل بالتلحين حتى أجد الحرية الكافية والميدان الواسع لإنتاج شيء أعتز به؟ وخرجت بجواب واحد، هو ضرورة أن أكون ملحنا أيضا. وهكذا حشرت نفسي في دنيا الملحنين، ورحت أحاول أن أجعل الناس يعتقدون أنني ملحن قبل أن أكون مغنية. وبدأت أقوم فعلا بتلحين الأغاني لصغار المطربين والمطربات لقاء أجر تافه. ملحن محترف. وما أن حل عام 1926 حتى كنت قد وفقت إلى إقناع المرحوم نجيب الريحاني بأنني ملحن نص، فأسند إلي تلحين أوبريت قنصل لويز، وبعد نجاحها أتبعها بأوبريت أخرى لا يحضرني اسمها الآن. وفي الفترة التي عملت فيها مع الريحاني كملحن، شعرت لأول مرة بأنني أصبحت إنسانا يعتمد عليه في الملمات، وزادت ثقتي بنفسي رسوخا وثباتا. وكان لنجيب الريحاني أثر لا ينكر في ذلك، إذ كان من طبيعته أن لا يتدخل في الأمور التي لا يحسنها، فكان يضع ثقته في كملحن محترف دون أن يحاول التهوين من عملي أو يبخسه من قدره. زد على ذلك أن تلحين رواية أوبريت كان يعتبر عملا ضخما يحتاج إلى مقدرة وجلد بالنسبة لكبار الملحنين، فما بالك بملحن ناشئ مثلي في ذلك الحين؟ كيف تعرفت بمنير المهدية؟ وقد أفادني عملي كملحن لفرقة الريحاني في تقدمي السريع أيضا في الأوساط الفنية. فبعد ذلك دعتني السيدة منيرة المهدية لكي أقوم بتلحين أوبريت المظلومة التي ألفها الشيخ يوسف القاضي، فقبلت على الفور. وكان سروري لهذه الدعوة أعظم مما يتصور القارئ. فمنيرة المهدية، وما أدراكم ما منيرة المهدية في ذلك الحين، كانت تمسك في يدها بصولجان الطرب وتجلس متربعة على عرشه واضعة ساقا على ساق. ولذلك كانت فرصة لا يجود بمثلها الزمان بالنسبة للملحن الفقير محمد عبد الوهاب أن يدعى لتلحين أوبريت تمثلها وتغنيها منيرة المهدية. ونجحت المظلومة، وكان لا بد لها أن تنجح بطبيعة الحال، إن لم يكن لقوة الرواية أو لجودة ألحانها فلصوت منيرة. وكان نجاحها سببا في أن تسند إلي منيرة تلحين عدد آخر من رواياتها. كنت لا أخشاها، وكانت منيرة قد اختلفت مع المرحوم سيد درويش وهو يلحن أوبرا كليوباترا لحسابها، فانقطع عن تكملة ألحانها. وفي ذات يوم قابلتني منيرة وقالت لي، إيه رأيك لو كملت ألحان كليوباترا وأخذت دور مارك أنطونيو فيها؟ وأجبتها على الفور وقد ملأتني الخشية، أنا أعوذ بالله. وعادت منيرة تلح في هذا العرض، فلم أجد بدا من أن أعدها بالتفكير في الأمر بضعة أيام.
ولم يكن ترددي في قبول هذه الفرصة هو عزوفي على المجد الذي قد يؤهله لظهورك مطرب وممثل أمام سيدة عظيمة كمنيرة المهدية، وإنما كان خوفي وتهيبي من الفشل أمامها، ذلك الفشل الذي توقعته 90% بالنسبة لشهرتها الخافقة وصوتها الذي يجذب الجماهير دون حاجة لشهود روايات ولا يحزنون. نصيحة شوقي، وكنت إذا أحيط بي في أمر من الأمور لم أجد سوى صديقي الكبير شوقي بك ملازما وناصحا، وتوجهت إليه وعرضت عليه الأمر بحذافيره مستشيرا إياه فيما أفعل، فقال لي رحمه الله: أنصحك تقبل يا محمد. قلت: ولكن إذا فشلت والفشل متوقع. فقال: إذا فشلت أو لم تنل النجاح المرجو فسيكون شفيعك وعزاؤك أنك فشلت أمام أعظم مغنية في الشرق، أما إذا نجحت وستنجح إن شاء الله فسوف يكون نجاحك مضاعف لأنك ستكون قد نجحت أمام أعظم مغنية في الشرق. وأقنعني منطق شوقي وأخبرت منيرة بقبول العمل معها. تغمد الله موسيقار الأجيال الراحل محمد عبد الوهاب بواسع رحمته، وأسكنه فسيح جناته وغفر لنا وله، وحتى لقاء آخر مع مذكرات محمد عبد الوهاب في صفحة أخرى من صفحات من ذاكرة الزمن الجميل. أرجو أن تدعموا القناة باشتراككم فيها، وأن لا تبخلوا عليها بالضغط على زر الإعجاب وبتعليقاتكم الإيجابية المحفزة على مزيد البذل والعطاء. وتقبلوا تحيات أخيكم نعيم المامون.